توارى مسؤولون ماليون رفعوا المستوى من الاقتصاديات الرئيسية في العالم اليوم في فندق شددت عليه الحراسة في مدينة جونججو في كوريا الجنوبية. مسؤولون يشاركون في اليوم الختامي لمحادثات تجري وسط مخاوف من احتمالات وقوع حرب تجارية، حرب أثار شرارتها التنافس على تسعير العملات الوطنية. قبل أسابيع برزت مخاوف مما يسمى بحرب العملات، وفي هذا السياق لجأت دول لتخفيض قيم عملاتها لتكسب ميزة تفضيلية، بينما وضعت دول أخرى حواجز تجارية كرد فعل على تخفيض العملة المحلية. النتيجة ضعضعة مسارات التجارة العالمية وتثبيط الانتعاش الاقتصادي المنتفض من ركود اقتصادي ومالي عاصف. لقاء وزراء مالية ومدراء البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يأتي بعد أسبوعين فقط من إخفاق لقائهم في واشنطن في حل خلافاتهم التي أدت إلى تفاقم القلق من أن الصدع الناجم عن سياسات أسعار الصرف بين الدول المتقدمة والدول النامية يمكن أن يقوض الاقتصاد العالمي. المجتمعون لم يصرحوا بأي تعليقات أو تلميحات عما يجري في الاجتماعات. مسؤول في منظمة مجموعة العشرين قال شريطة عدم الإعلان عن هويته إن المجتمعين توصلوا لاتفاق فضفاض على بيان يعتزمون إعلانه اليوم يحدد أرقاما للالتزام بها، لكن المسؤول قال أيضا إنه من غير الجلي بعد إن كانت الإشارة إلى الأرقام ستدرج في البيان الختامي، مما قد يعني أن المناقشات حول الأهداف الرقمية مناقشات محتدمة تماما. مسؤول آخر تحدث عن اتفاق وكيك يتعلق بتعديل آلية عمل صندوق النقد الدولي وتوزيع الحصص فيه وتقييد تمثيل الدول الناشئة. زهير دراكي، بي بي سي.